السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم شاوني في إسبانيا. أيها الأحبة، يقول الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه أو رواه الإمام مسلم. يعني هذا الحديث هذا بغينا نطبقوه في الحياة ديالنا، ولو يكون يعني على الأقل أضعف الإيمان غير في هذه الفترة هذه. وكما كنعرفوا هالفترة هذه هي في واحد الفترة اللي هي حرجة بالنسبة للناس اللي ما خدامش، الناس اللي كتخدم النهار بالنهار، الناس اللي خدامة كنقولوا حنا كتجيب نهارها، يعني كتمشي كتخدم عندها نهار، إلا ما خرجش للخدمة وخدم وشعق وشقى وتعب ما غاديش يجيب القفان ولادو، ما غاديش يجيب باش ياكل. وهاد الناس هما اللي غادي يضروا بزاف في هاد الأزمة هادية، وهما اللي غادي يضروا بزاف في هاد الفترة هادية. لهذا كنبغي نوجه واحد النداء لجميع الناس اللي دابا حاليا الحمد لله الامور ديالو ميسره، يعني من الناحيه الماديه عنده باش ياكل وعنده باش يشرب، يتقاسم مع الجار ديالو، يشوف اقرب جار ليه، اقرب واحد الحومه ديالو، يفكر في اللي قريب حداه، فكر في شكون اللي في الحومه ديالك. اي واحد فينا عارف الناس الحومه ديالو كامله، وعارف الناس الحومه الوضعيه ديالهم كيفاش عامله، يحاول ما يمكن دابا يدور مع مخه يقول شكون اللي في هاد الساعه هادي اكيد اكيد ما عندوش الفلوس وما خدامش وجالس وعنده الوليدات وعنده مسؤوليه. الله يحسن له، يفكر دابا ويشوف شكون هما هاد الناس اللي في الحومه ديالو محتاجين، يعني في هاد الساعه محتاجين، يمشي يجيب له واحد القفه مستوره ويديها له مستوره وينزلها له، او يمشي عنده ويعطيه واحد البركه. يعني شوف دائما ملي كنقولوا البركه ماشي ضروري تكون ملياردير ولا تكون مليونير باش انك تعمل الصدقه، راه الصدقه بالقليل احسن من الكثير. اللي كيعطي من القليل ماشي هو اللي كيعطي من الكثير. واحد الانسان ملياردير يعطي مليون ما غاديش ينقص له شي حاجه من المال ديالو، ولكن واحد الانسان اللي هو يعني بحالنا طبقة فقيرة أو متوسطة عنده واحد النصيب، إلا خرج غير 100 درهم هي اللي عنده زايدة وشي يطمن 20 درهم، راه خارج منه تقريبا الثلث، يعني خارج منه واحد النصيب كبير، يعني 20% خارج من المبلغ ديالو. وهذا طبعا كيتجازى عند الله واحد الجزاء كبير، لأن اللي خارج من القليل ماشي هو اللي خارج من الكثير. لهذا فكروا أيها الأحبة كاملين بكم، يعني اللي كيشوف الفيديو كامل يدور مع مخه، سواء يكون عادري مثلا ما عندوش يقول للوالدين ديالو، يشوف الجيران ديالو اقرب واحد الحومه، شوف عن الحومه ديالك ما تمشيش بعيد، شوف عن الناس الحومه ديالك، قول شكون اللي فات الساعه ما عندوش وغادي يعني ما خدامش وغادي يبقى محبوس في الدار ديالو ما غاديش يخرج، لان ما عندوش يعني ما عندوش باش ممكن له يخرج يخدم، يفكر ويمشي عنده يدق عليه يعطيه النصيب اللي جاب الله. اللي كان عطي انت عاد عطيه واحد اخر يعطي 20 درهم واخر 40 درهم، هاي 200 درهم هاي 100 درهم ممكن يتقضى بها مثلا ديك العديسه وديك الخبز والطحين والزيت، المواد الاساسيه اللي باش يقدر ديك السيد يقدر مثلا يجمع هو ولادو ويكون جالس هو ولادو في دارو. حتى الاخوان يعني الى هاد الفتره هذه الى احنا ما تلحمناش مع بعضياتنا وتعاوننا مع بعضياتنا والدرويش يتعاون مع الدرويش، كونوا اكيدين ان ما كاينش اللي غادي يتعاون معنا، وراه بزاف الناس كونوا اكيدين بزاف الناس راه كدعاني في صمت، يعني هي ما عندها شيء والله يحسن لها، ولكن ساكته ديك النفس ديالها يعني ما كيقدرش يمشي يطلب من واحد اخر، ولا يمشي يدق على شي واحد اخر، ولا يمشي يقول له اعطيني ولا سلف. الله يحسن لها، هذيك الكرامه ديالو هذيك النفس ديالو. لهذا الاخوان يعني اللي غادي يمشي يعطي شي بركه يحاول ما امكن، يعني يحاول ما امكن يعطيها مستوره، يحاول ما امكن يعني ما يبينلوش ديك النقص ديالو، يتعامل يعني يعطيها له وكانه ماشي كيعمل فيه جميل. لا، هذاك واجب عليك انت وهذا فرض علينا حنايا اننا نتعاونوا مع بعضياتنا واننا ننفقوا في سبيل الله واننا نعطيو من شيء عطانا الله، لان احنا هذا المال غير مستخلفين فيه، غير الله هو اللي بعثو لنا وعطانا اننا حنا نكونوا مسؤولين عليه، وخصنا نحسنوا التدبير بالاموال اللي كيرزقنا الله، لان هي مال، المال مال الله ونحن مستخلفون فيه. واتي اللي كاين كنتمنى اول ما غنطلبها منكم يعني تبارطاجيو هذا الفيديو، يعني تبارطاجيو هذا الفيديو على اكبر
نتاق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.